شفت حجاج طنط زبيدة ملك الأزرق. مستر فايز بتاع الكروما بتاعي. مستر هاي فايز تشاو هاي كومستا. والله تشاو كومستا. شوية شوية ماشي هشرح شوية عربي شوية إيطالي ماشي سي تفهموا طيب بلا كوزا يو سونو بينفينوتو بياتشيرا دي لا ده الكلام ده نو اي كان سبيك انجلش اف يو كان ريلي يس اي كان نوت سبيك ايطاليان اف يو اوكي نو اي نيد تو اي نيد تو تراي تو سبيك فرنش فيرست اند ذن ايطاليان اند سبانيش ويل بي ايزير يا ابن اللذين دفع الايه وقف تعال هنا انا اقف ولا هو اللي دايما هو اللي هيجي ولا ايه دايما هاي خش جوه او انا وانا بحيه هتنكت على جدور رقبتي ولا ايه لا 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 بص يا لطفي انا عايزك تعتبر دي حلقه المصارعه هي قدامك اهي اوكي انت حييت دلوقتي الملك والناس كلها اه بتنط على حلقه المصارعه عشان تبدا المصارعه مع الطور هتنط بس وانت واقف مكانك ما هو المراتب اه ماشي يعني عايز اشيل لك المراتب لا لا يا ريس طيب ما نط على الارض عادي يا ريس بالنسبه لما نط بالدور الثاني يا ريس ده انت جايب هجام يمثل ما معلش لا انا بحب اه لا يا ريس لا والله نطها على الارض عادي بحب الامان امان ايه يا ريس ده شبر ونص اصل انا عايزك تنط حته واحده كده ماشي طب جربها كده من غير مراتب ساند باي هنط اتجاه وشي وشك ليا كده اهو 5 4 3 2 وان حرك الو تقول لي بطل قلت لك يا ريس خلينا على الارض وهعمل والمرتبه لا وانا الابطال ولا ده انت خدت سكسيه ربع ساعه طب ما ريس برضو والاخر تعمل كده برضه رسم مراتب سفنج بالزحله سفنج مين يا عم لا انا بقول لك انزل الواقف انزل حته شوف النطه دي اخرتها ايه لا خلاص مش عايز ثاني النطه خلاص لا يلا بي. لا شكرا يلا استنى بقى شيله ده لا يا ريس ما خلاص شيل ده خلاص انا خدت الاولانيه خلاص انا واحده الاولانيه هات لي السيسي تعال انت هنا لطفي بيعمل كده وانت اهجم بالسيسي عليه هيتحرك اتحرك معاه لف لف معاه هو السيسي ما بيعرفش يهجم لوحده صح ما بيعرفش يعمل متعود. حاجه ده طب فين الاثنين وقفوا عند الملك 5 4 3 2 1 حرك خش قولي قولي واضح انه عايز ينطح بقى ولا ايه نسي يا عم ده خروف مش استنى يا هندسه استنى إيه داخل بنت حرايس يلا رايس ماشي هنعمل ايه طيب انا مش فاهم حاجه لحد دلوقتي استنى وحط رجلك ماسك هات دول هات دول خلي اركب الاول واقعد حط رجلك في اللي جاي حلاوتك هلا اركب الاول طب ممكن تشيلني ما تحطش اللي جام ولا ايوه, أيوة كده هي محتاجه حط رجلك بقى بالحدوه لا سيبها سيبها اعدل نفسك يا لطفي ايوه استنى فين الرجل الثانيه اهي واحده طويله واحده قصيره طب ما ضربت السرج ده كويس امسك دي بقى استنى اوبا ورشه اصبر يلا اوبس اوبا بس بس سلامتك الله اكبر الله اكبر بس 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 خلاص محدش يضربه تاني يا اخوان بس لا خلاص 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 معلش وايه معلش هو مين اللي ضربه لطفي انت ما عرفتش تخليه يحبك بجد على اساس ان هو ابن اختي يعني ولا ايه لا
ده لسه شايفه دلوقتي حالا، مفيش بينا اي عشره. تعالى يا حاج، تعالى سيبوا اللطفي ده، سيبوا اللطفي خالص، بس سيبه. استنى ما اشيله الحزام ده. بس بسم الله الله، شيله خالص. يلا بسم الله. على مهلك، على مهلك، بالراحه بالراحه. تعالى حبيبي، تعالى تعالى يا عم، احنا في اسبانيا. تعالى طب ما هو مش كله جرافيك يا ريس. طب ما هو جرافيك. طب ما نتخيل ان هو قدامي البتاع ده وانا بضربه خلاص، يعني بحط له البتاع. نجرب فيه اخر مره، معلش. بس دوس على رجلي بس. بس كويس، حركه. استنى يا لطفي. طب ما هيجري يا ريس، اول ما هركبه هيجري. انت بتتكلم معاه؟ ما هو هعمل له ايه؟ طيب بص يا ريس حضرتك، لا بص ده عايز دلوقتي إيه؟ حيوان. انت عايز تعمل انت هنا و تروح على غفله، تروح راكب وماشي وهو يروح جاري ولا لا؟ مش هيجري، تبقى فرصه نتعرف على بعض يا عم. مش هيجري. طب ما اعمل بيه نمر احسن. طب يلا دينو، اوعى ارفع السياد، خش عليه، خش عليه حجاج. هو ده. طب بس نعمل شوت تاني على ما يجي الشوت بتاع ال بتاع ال يعني. طب جهزوا له الواير. يلا واير ايه؟ نعمل شوت تاني على ما يهدى. بص يا حبيبي، جيب له طبق كده بلاستيك فيه ميه اشربه، وجيب الخضره انا عايز اكله انا. بص اي حد من الانتاج فيه، عم خوليو في بره انجيله طويله كده، حته نظيفه كده هاتها. يلا حجاج، يلا يا جماعه. فين؟ فوق، كانه بيصارع الملك هنا. والملك مالوش لازمه انه يطير. يلا. ده حلم يا حجاج، حلم. حلم يعني ايه؟ يعني بنحلم ان احنا. لحظه واحده بس، لا انا الملك قاعد بيتفرج عليه في المباراه. يا عم قوم ب طاير. انا بطلع. قوم ببركة طنط زينب اللي انت لابسها دي. والله بص لازم حجاج طنط النهارده. يلا باشا. تي والله يا نهار اسود، ده السيسي ارحم يا اخوان. تعالى يا زيزي، ده فين فين ايام السيسي؟ بس هو كده امان سيفتي. بس يا ابني، بس يا ابني استنى يا ابني، يا ابني في كهربا فوق. طب بص بص، انا هديك تخيل، هات لي التخيل كان الوحش، هات لي الوحش. لا انا هجيب لك وحش حقيقي. انا بيجي لي دوار بحر يا ريس كده. هاتوا هنا، اقف هنا، اقف هنا. بعيد عنه. الله اكبر. اطلع اطلع اكبر. اطلع اطلع انت. اهدى يالا، اهدى يالا.